بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان يوم الدين. وبعد، كل عام وانتم بخير بحلول شهر رمضان المبارك الذي هو مسحة روحية على جفاف القلب في مسيرة الحياة. رمضان له خصوصيته في منظومة الحياة. هل سيكون رمضان هذا العام في حالنا، في حال تعاملنا معه، كرمضانات السابقة، أم أنه جاء ليصنع الرياضة؟ هل رمضان هذا العام جاء لنزداد فيه سمنة وكسلا وتخمة، أم أنه جئنا به لنصنع الجديد؟ الله عز وجل يقول: ولو أرادوا الخروج لعدوا له عدة. ورمضان كمشروع له أهدافه، وكل هدف لا بد له من خطة. فما هي خطتك في رمضان؟ تعالوا بنا نضع بعض النقاط أو بعض المحطات الأساسية في منظومة الأهداف تحت إطار العام وهو التقوى، وتعالوا نقسمها إلى عدة أقسام. المجال الأول وهو المجال الروحاني، وهو الذي يربطك مع الله عز وجل، وفي تأدية الفرائض وقضية الصلاة. هل سيكون في بالك وخاطرك أن تجعل من كل صلواتك جماعة؟ هذا ما نريده في المجال الروحاني. فماذا نريد في المجال الاجتماعي؟ أفضل علاقة بين الإنسان وبين الأشخاص الآخرين هي علاقته مع والديه، وأعلاها بر الوالدين، ثم أن يكون لك أن تقضي وقتا مع أهلك دون مقاطعات. أما المجال المالي فليكن لك في اعتبار أن رضا الله في الصدقة والحسنة بعشر أمثالها في غير رمضان، فكيف في رمضان فهي أضعاف مضاعفة. من المجال المالي الذي لا بد أن ننتبه إليه، ما هي الأشياء التي ستشتريها؟ المجال التطوعي. عجبتني مقولة للدكتور جاسم سلطان، بيقول: كن مشروعا أو كون مشروعا أو ادعم مشروعا. فما هو المشروع الذي ستكون فيه في مجال عملك وتطوعك في رمضان؟ أختم، بارك الله فيكم، جزاكم الله خير الجزاء.